أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن تحقيق الاستقرار في مختلف ربوع السودان يمثل أولوية استراتيجية لمصر، مشددا على أنه لا توجد لمصر أجندة في السودان سوى العمل على تحقيق السلام ودعم الرخاء للشعب السوداني. كما أكد أبو الغيط حرص مصر على مساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل في السودان على الوفاء بتعهداتهما، بما يمثل خطوة هامة تجاه إحلال السلام والاستقرار في مختلف أرجاء السودان.